سلاطين الأتراك. جمعت بين عشقها للموضة والطهو عبر مقاطع فيديو بات يتابعها الملايين عبير الصغير، فتاة لبنانية شغوفة بالموضة والطبخ تكسب قوت يومها من متجر ملابس تديره في البقاع الغربي، لكنها تستمتع أكثر بتواجدها في المطبخ. حسب كيف عبير بتطبخ، يعني بعمل ستايلينج أنا عم بطبخ للأكل، للتقطيعة، للطبخة بالآخر، مع الموسيقى، فبعدني شوي ريليتد مع الفاشن. ما بعدت كتير عن التنسيق، كنت نسق تياب، هلأ بنسق طبخ. تتولى عبير جميع المهام المتعلقة بإعداد الأطباق، فهي تذهب للتسوق من أجل شراء المكونات، وتتولى تجهيز الطعام والتصوير وتعديل المقاطع قبل نشرها. هلأ أنا قررت إسا بدي أقوم روح على السوبر ماركت، حاس بحسابي أني بدي أسمع هذا السؤال شي 20-30 مرة، شو طبخة اليوم؟ ايه يعني بتصور مع العالم، I love انه العالم بس تيجي تحكيني او تقولي شيء بيقولوا لي انه we're proud of you، كتير حلو اللي عم تعملي، عن جد زغطورة، عن جد مهضومة، يعني هذا الحكي حلو ينسمع. وإن كان وجودها في المطبخ يمنحها شعوراً بالراحة النفسية، فإن ارتداء الملابس التراثية يكسبها المزيد من الشعور بالسعادة لكونها تقدم شيئاً مختلفاً يثري ثقافة متابعيها. ونالت مقاطع الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن بلغ أحد هذه المقاطع مشاهدات تجاوزت 178 مليوناً.